ترجع لاسباب جوهريه. الاسباب اللي قلت عليها دي اسباب سطحيه على فكره، اسباب جوهريه احنا كان معانا بكل صراحه، منها مشكله عجز المعلمين. الطالب يروح مدرسه ما يلاقيش المعلم يشرح له. احنا عندنا فندم لو روحت اي مدرسه والوزاره عارفه وكل الناس عارفه ان في بعض الحصص بتتوزع على حاجه اسمها سين. سين دي معناها دي موجوده بس المدرس مش موجود. فده عجز. طب انا كده كطالب او كولي هبعت ابني ليه؟ تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا عجز كبير جدا في الفصول. وزير التعليم نفسه قال عندنا عجز حوالي 250 الف فصل. فبالتالي هنا في مشاكل. مشكله المناهج. المناهج دي يا فندم يمكن مشكلتها هقول لك الحاجه ونقيضها وهتستغربوا. يمكن يكون بسبب كثافه وتقل المناهج الطالب ياخد درس. والعكس. لما المنهج يكون ما فيهوش معلومات كتيره. طب المنهج اتغير اهو. المنهج اتغير يا فندم فين؟ في الصف الاولى لغايه الصف الاول للاعدادي، لكن اللي حصل هو اعاده الهيكله اللي احنا هنتكلم عنها. طيب الوزاره انا شايف ان هي قامت بقرارات جذريه السنه دي وقرارات ثوريه لمحاربه الدروس الخصوصيه. طب انا كواحد خاص في التعليم هل اتوقع ان الدروس او السنه دي هتختفي؟ لا. اول حاجه الدروس يا فندم جزء زي ما حضرتك قلتوا من المنظومه التعليميه. لو معلم اديته مرتب 100,000 جنيه في الشهر هيدي دروس تاني. البحر بيحب الزياده. تمام؟ طيب الوزاره قامت بقرارات جذريه خلال الفتره اللي فاتت وقرارات مفاجاه. ايه هي القرارات؟ انا شايف محاربه السنه دي يا فندم شملت اربع محاور. المحور الاول القرار الوزاري اللي هو رقم 2 لسنه 24 بتاريخ 12 اغسطس الحالي. الوزير طلع قرار بمحاربه الدروس الخصوصيه. عمل حاجه كويسه جدا جدا كنا بننادي بيها من زمان. القرار ده نص على يا فندم ان تعقب المعلمين اللي هم بيتغيبوا عن المدرسه او المعلمين اللي هم موجودين ومش موجودين في حصصهم واتخاذ اجراءات ضدهم. في فئه ثانيه من المعلمين بياخدوا اجازات سواء بقى بمرتب او من غير مرتب، يقول لك انا عندي اي حاجه وتبص تلاقيهم شغالين في السنه دي. ده هيجيبوهم بردك يا فندم وهيسالوهم قانونا. تمام. طب معلش يعني استاذ تامر، دكتور تامر، لو انا قفلت السناتر وعملت هذا التضييق على ماشي. المدرسين ماشي. انا ماشي. معاك ماشي. طب ما هيتقلب في البيت. ما انا هرجع للدروس الخصوصيه اللي في البيوت اللي حضرتك كنت بتقول عليها بالخمسه والسته مع بعض. طب بص يا ستي هو ارحم برضه. هقول لستك حاجه ماشي. كل حاجه هنا الوزاره ما قفلتش طريق وسدت كل الطرق، لا فتحت طرق ثانيه يا فندم. اللي هي ايه؟ هتكلم عنها دلوقتي. طيب طبعا القرار ده برضك عشان نخلص الجزئيه ديت بيشمل المعلمين اللي هم غير المعلمين شغالين في السناتر اللي احنا نتعقبهم ونسالهم قانونا. طب ايه بقى المنافذ الثانيه يا فندم؟ عندي قرار رقم 28 لسنه 23 يا فندم بحاجه اسمها مجموعات الدعم. المجموعات الدعم دي يا فندم تابع وزاره التربيه والتعليم بديل للسناتر. وده بديل ممتاز جدا في وجهه نظري. مجموعات الدعم دي موجوده في كل المدارس وفي كل الادارات. المجموعه اللي كانت بعض المدرسه كل بياخدها بس لا هي اختلفت بسعر الرمز. هي كانت مجموعات تقويه اصبحت مجموعات دعم، بس هي اتغيرت بقى عن ايام زمان. في يا فندم تلاشوا السلبيات اللي كانت موجوده. زي ايه؟ اول حاجه ايام زمان كان لازم معلمين المدرسه هم اللي يدوا الدرس. دلوقتي في الشهادات بالذات الاعداديه والثانويه متاح ان احنا نجيب معلمين مشهورين من بره. طب هي